في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المغرب جراء هذه الكارثة التي ألمت به وهي من قضاء الله وقدره كما هو معلوم، وهذا الزلزال الذي أصاب مناطق محددة في المغرب وامتثالا لأمر أمير المؤمنين الذي دعا إلى أن تقام صلاة الغائب بعد صلاة ظهر اليوم في المغرب كله وفي كل مساجده. المغاربة كلهم الآن متوجهون بقلوبهم وبأرواحهم إلى البارئ عز وجل، أولا أن يرحم كل الشهداء وأن يرحم كل الأموات وأن يكلل كل المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظنا بلدنا المغرب من كل سوء ومن كل مكروه، كما أن هذه اللحظة أيضا تؤسس للحظة تاريخية في الأخلاق المغربية، ألا وهو التضامن غير المشروط لكل المغاربة الذين هبوا امتثالا لأمر أمير المؤمنين وهبوا أيضا لأخلاقهم ولسيرتهم وسلوكهم الإنساني المغربي، هبوا جميعا من أجل أن يساعدوا وأن يساهموا بأموالهم وبكل شيء من أجل أن يخففوا المعاناة على مصابين هذه الكارثة، ونسأل الله تعالى السلامة للمغاربة جميعا، والسلام عليكم.